مشاهدينا الكرام، التواصل يستمر والانطلاق من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة. انطلاقة شوطنا السادس من ضمن هذه الانطلاقات للأبكار المهجنات الأصايل لسن الثنايا. مسافتنا المعتادة 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق بإذن الله تعالى والنجاح لجميع المشاركين في هذه الانطلاقات. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الشاهينية. في مقدمة الشوط تعود الملكية لسعيد بن العثب الخزاع العامري، هي من تسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. المركز الثاني أرس الهودة لسعيد بن مسلم بن سعيد الملهالي في ثاني المراكز في هذا الانطلاق. ثالث المراكز الشايب المحمد بن سالم بن ذويب العامري، هي من تنطلق مع المركز الثالث في هذا المسار. ننتقل مباشرة مع المركز الرابع وارا شواهين خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي من تتقدم شواهين مع رابع المراكز. خامس المراكز وصلت مشاهدينا الكرام الشاهينية، تعود الملكية في هذه الانطلاقة. العامري تسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. المركز الثاني الشايبة لمحمد بن سالم بن ذويب العامري، قدوم من العنود غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن بعود مع نشرة. نشرة مشاهدين الكرام مع المقدمة مع البداية، سيطرت بالأوضاع بأكملها، سيطرت على ناموس هذا الشوط بدون أي تعليمات تصدر، بدون أي تعليمات تعلن على نشرة. هي تتواجد مع المقدمة، تتواجد مع الصدارة، مع المركز الأول. 400 متر أخيرة محاولة من الشايبة محمد بن سالم بن ذويب العامري، ولكن غادرت نشرة، أعلنت المغادرة. بدأت تبث نشرة أخبار ناموس هذا الشوط. مسافتنا 6 كيلومتر وما زالت تكمل المسار. المركز الثاني الشايبة، الشايب ونشرة، نشرة والشايبة، ولكن نشرة ما تسلم المهمة. بعثت الأخبار مشاهدي الكرام ناموس هذا الشوط لمالك محمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري. صباحك مميز، صباحك ورد على هذا الانطلاق المميز. المركز الثاني الشايبه محمد بن سالم بن ذويب العامري، المركز الثالث الجاذبيه حمد بن محمد بن فهيد العجمي، المركز الرابع الشاهينيه رويض بن مبروك بن رويض العدين، المركز الخامس العنود غانم بن علي بن حموده الظاهري. هكذا كانت المتعه والاثاره والتحدي مشاهدينا الكرام. هكذا كانت التحدي والاثاره مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لمالك نشره محمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري. هاي الإعادة، شكرا لأسامة الهواري مشاهدي الكرام مخرجنا المميز وطلعت الذي يوافينا بالتوقيت الزمنية في كل شوط. هاي لحظات الوصول، معلنة الفوز والناموس 9 دقائق 44 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لمالك نشر محمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9 دقائق 45 ثانية جزئين من الثانية، اللي هي مشاهدينا الكرام الشايبة محمد بن سالم بن ذويب العامري. المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام الجذابة لحمد بن محمد بن فهيد العقمي، 9 دقائق 51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجذابة حمد بن محمد بن فهيد العقمي على هذا الفوز والانتصار بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.